اذكر شيئا غالبا ما يستخدمه الصحفي. يوم بطيئين بالكبس. خلينا نشوف، اذكري لي شيء واحد فقط غالبا ما يستخدمه الصحفي. غالبا مو غالبا يعني، خلينا نقول دائما اشياء اللي يستخدمها. شن هي واحدة من عندها فقط؟ الكاميرا. كاميرا المصور. لا لحظة، انت قلتي واحدة خلص. ممتاز، يلا كاميرا. خلي كاميرا شهوة، اذا مو ما عنده كاميرا شلون صحفي؟ خلينا نشوف. انا اقول موجود الكاميرا. صح، يعني انا فنان وما اعرف الصحفي عنده كاميرا ولا ما عنده. بس خلينا نشوف، هذا مو اعلى احتمال. خلينا نشوف الاخت هاله شنو الاحتمال الاعلى ممكن تاخذوه. المايك. المايك او السماعه. المايك اي او السماعه. مايك او سماعه، شو يسوي المايك؟ هو شنو يعني تقصدين؟ شنو يعني المايك؟ يعني يسجل، اي يعني سجل صوت، اي من ينقل حدث او شيء. هو صحيح، اي هو لما يكون مايك يعني ما معناه يعني عنده شيء يريد يسويه. مسجل. ها المسجل. مسجل. خلينا نشوف مسجل الصوت. نعم